النهاردة نعمل حرف جديد من سلسلة ابحث عن الحرف. النهاردة الحرف بتاعنا حرف الثاء. حرف الثاء، ثاء ثور. ثاء فوق قرون الطور أو فوق راس الطور، بتشكل القرون بتاعته مع الثلاث تفاحات أو ما إلى ذلك. بنفتح البطاقة، الطفل، ببدأ أقول للطفل أين حرف الثاء، وأحاول أجذب انتباهه، وده بيقوي قدرة الطفل وبيقوي مدة الانتباه بتاعته. بيشوف حرف الثاء عبارة عن ثلاث عصافير طايرين فوق راس الثور، ثاء ثور. بعد كده بفتح في القاعدة، ثاء حرف الثاء، حتى لو ما انتبهش بتبدأ تلفت انتباهه ليها وتوريه له شكل الحرف، فبيبدأ شكل الحرف يرتبط في ذهنه. بعد كده كلمة ثاء ثور. ننفذ الفكرة النهاردة بتاعتنا. البطاقة متجلدة عادي، عندي شجرة طاير عليها ثلاث عصافير، ممكن تحطي ثلاث تفاحات، وعندي ثور، عندي شجرة تانية ومجموعة الشرايط، ودي كل حاجة انتي بتحتاجيها، ما بتحتاجيش اكثر من كده. اسند بس. هجيب اول تيب، اول شريط بلصق المعتاد بتاعي، احط الشجرة رقم واحد، اشوف الشجرة بتاعتي، بثبتها، احطها عالية شوية عشان تظهر الطيور اللي عليها كأنها النقاط اللي فوق الثاء اللي فوق قرون الثور بالشكل ده. بعد كده بجيب شريط تاني للطور، بحطه هنا كده قريبا من الشجرة، بشبك، بشوف كده مناسب بلصق. بحط منظر شكل جمالي كده برضو علشان ما يبقاش الشكل فاضي، ويعني اخلي الطفل يفكر شوية ويدور شوية، ده هتزودي مدة الانتباه بتاعته على فكرة، وهيبقى سعيد كأنه بيلعب، كأنه بيلعب لعبة، بس لعبة لغوية لطيفة، يدور على الحرف. ابحث عن حرف الثاء. والتقسيم وشكل الأشياء قدامه، وتقدري تقولي له اوصف المشهد اللي أمامك، ده هيزود قدرة الطفل اللغوية وقدرته على الكلام، وهتشوفيه بيتكلم وبينطق مخارج الحروف صح ولا لا. طبعا هنا علشان الشكل العام بقى ممكن تحطي مجموعة أعشاب كده، كأنه واقف يعني بياكل أو أيا كان الشكل، بالشكل ده حرف الثاء. هبدأ احط البطاقات بتاعتي، بطاقة رقم واحد اللي هي فيها الحرف، انا مجهزة بطاقة، مجهزة الحرف، هبدأ اتني بالشكل ده. البطاقات اللي فيها الحرف واللي فيها الكلمة بنفس الطريقة بالشكل ده. احط الحرف بتاعي، هبدأ أقفله وأفتحه، أجيب اللزق بتاعي،
دايما انا بحط اللي هو التيب اللي هو الوجهين ده علشان اسيب مسافه زي القناه انها تدخل بينها اللسان دوت عشان تقفل وتفتح مع المعلمه بسهوله يعني بالشكل ده. برجع احطها دي بقفلها دي بعمل الحرف الثاني الكلمة. اتفقنا ان احنا بنعمل اتنين، واحدة للحرف وواحدة للكلمة. وهجيب التيب نحط واحدة على الجنب ده وواحدة على الجنب ده. ممكن تحطي في الوسط كده أعشاب عشان المشهد العام يبقى شكله حلو. ممكن تلزقي هنا كده وردة. وردة كمان هنا كده اصبح المشهد عندي بالشكل ده. تفتحي البطاقة وتقفليها. هبدأ احط العنوان بتاعي، سلسلة ابحث عن الحرف. وتقدري تعملي لها حقيبة زي ما عملنا كده حقيبة لمجموعة الحج. اعملي حقيبة وسميها سلسلة ابحث عن الحرف وحطيها في ركن القراءة للأطفال، ولما يبقى عندك وقت أو في ركن القراءة نفسه طلعيها واعملي لعبة مع الأطفال وخليهم يفكروا ويدوروا عن الحرف المختفي. حط البطل بتاعنا بطل الحكاية. حط العصافير هي اللي طايره هنا وسيبي القرون بتاعته كده حره، ما تثبتيهاش كده. عملنا بطاقه ابحث عن الثور حرف الثاء. ثاء ثور. إذا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنسوش لايك وشير.